فرق بين السوشيال ميديا والكاميرا. طيب قبل الختام كلنا قرأنا الأخبار اللي أمس يمكن كنت سباق فيها أبو فزاع ذكرتها بس ما أسعفنا الوقت أن نعطيها حقها وإلا معطى هذا الحدث حقه كاحترام وإجلال للمكان والزمان لما بقيت من الأخبار ما يعطى اهتماما. شفنا محاولة اعتداء على مكة المكرمة بشكل سريع إيش تقول يا علي في هالموضوع؟ أنا أقول هالموضوع كبير جدا. في بيت جميل قرأته في تويتر يحكي حاجة جميلة يقول محفوظة أنت خابت كف من مكروا وعاد بالذل صاروخ الطواغيت. أنا أقول الله يحفظ مكة إن شاء الله يا رب ومحفوظة بإذن الله ورعايته في يد الحي القيوم وأسأل الله العظيم أن يحمينا ويكفينا شر الطواغيت وأن يحفظ بلادنا وأمننا ويحمي جنودنا. اللهم آمين. أبو فزاع في 30 ثانية تكفى. في 30 ثانية الوالدة والأهل كانوا كلهم أمس في الحرم والله ما حسوا بأي شيء أبدا وما كأن صار شيء لأن الصاروخ كان بالضبط فوق منطقة هدى الشام تبعد عن مكة تقريبا 40 كيلو. اللهم لك الشاهد في الموضوع. أنا أقدم شكري ودعائي وامتناني وخالص الدعاء لقادة الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية وأما المهندس اللي هندس الصاروخ وأطلق هو صاروخ واحد جميل يعني لو فلت لكنه رجال أشاوس قدرات هائلة جدا لأفراد قوات الدفاع الجوي السعودية. طيب. أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمك ولا والديك الجنة. أنت الوقت هاني أعذن عن إذنك حناخذ تعليق لكن والله أنت الوقت. أنا عندي كلمات بسيطة سعود الفيصل قالها رحمه الله اللي كأن وفاته حلم إلى الآن. لسنا دعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن لها. من أنت أيها الحوثي عشان تتحاول تطاول على مكة والمدينة والمملكة العربية السعودية بشكل عام؟ لست أنت إلا واحدا ليس ينفع فيك هذا الوفاء. الكلب في الشارع مع احترامي لهذه العبارة المشاهدية والملائكة إذا أطعمناه كان وفي إلا أنت لأنك أنجس من النجس. استودعتكم الله سبحانه إلى أن نلقاكم في حلقة الغد في أمان الله.